أعزائي، بدأنا بالفئة الحادية عشرة لفحول بعمر 7 إلى 9 سنوات، تغادر أرض الميدان جميعها، ونستعد للقاء أول الفحول. It's class 11, stallions 7 to 9 years old. We saw them as a group and we will see them individually. All the best inshallah to all. دعونا نستعد الآن ونرحب بالفحل الأول. We are ready to start with the first stallion. مع أول المتنافسين، مع الفحل 269، مع الخيل، والخيل عز للنشامة وقيمة، أصايل معروف وش نسبها، أثنى عليها الله بجهد وعزيمة، نواصي يا سعد من هو جلبها. الخيل معها تشوف الخير، وبل بغيمة والراس شامخ من وتلي ركبها. بالخيل هيبة من عصور قديمة، نسل العرب ومذللة في خببها، لقام ينهض مثل ذيب القضيمة، حلال عسرات النشب من نشبها، واللي يعادي الخير كفيه كريمة، كم فرحة يملاه صارت سببها. الخيل واقفة بالخير دايم عظيمة، مثل النواظر ليكتمل هدبها. هذه الخيل عز للنشامة وقيمة. Nine. Thank you. Next stallion, please. مع الفحل التالي. Thank you.
stallion number 270. Thank you. Next stallion. تابع مع الفحل التالي. Next please. نبدأ إذن مع النتيجة الأولى وهي الفحل رقم 269 عمار الناصر من الأب AKS أليهاندرو ومن الأم ريمال الناصر. عمار الناصر للمالك أستاذ مصعب عادل فالح النصار مربط MJ خيال مملكة العربية السعودية. هوية العربية لعمار الناصر مرتين 18.5 و 5 مرات 19، رأس العنق 19-18.5، 4 مرات 19 و19.5، الجسم وخط الظهر 3 مرات 17.5، 18 مرتين 17.5-18. القوائم 4 حكام أعطوا 15.5، حكم الخامس 15، الحكم السادس 15.5، الحكم السابع 15.5، والحركة 18.5 3 مرات، 19 مرتين، 18-19، مجموع عمار الناصر 89.70. 269 is the stallion of MJ Kahil Stud, عمار الناصر, with a total of 89.70 on the screen. Stallion number 271, thank you. Can we leave the ring now and we can have another one in the ring. Next, please. ننتقل لدرجات الفحل 270 فيورتي من الأب شانغهاي AI ومن الأم فريموسكا لمربط المخلديات للمالك أستاذ غازي بن بشير بن مخلد
الذئاب. هوية العربية لفيورتي 19:30 مرتين 20 19:30 20 19:30 20 الرأس والعنق مرتين 19:30 20 وأربع مرات 19:30 جسم وخط الظهر 18:30 18:30 18:30 19:30 18:30 قوائم 15:30 مرتين 16 ثلاث مرات 15:30 16 حركة 19:30 19:30 19:19 20 19 19:30 والمجموع يصبح ما شاء الله 92.70 المتصدر ثاني الفحول ويصعب المنافسة في هذه الفئة 92.70 92.70 So we will have a tough competition in this class. Fiorti leading with 9270. Next stallion, please, to the arena. فحلي اللي بعده. تابع مع درجات الفحل التالي رقم 271 ألكساندر من الأب إكزاليبر إي أي من الأم إي أرمست بريستيبل مربط السيد للخيل العربية الأصيلة مملكة العربية السعودية هوية العربية ألكساندر 20 19:30 20 20 20 19:30 20 برافو رأس والعنق ألكساندر 20 20 19:30 20 20 20 20 ما شاء الله جسم وخط الظهر 18:30 18 18:30 19 18:30 القوائم 16 من كل الحكام حركة لألكساندر 20 أربع مرات 19:30 19 19:30 وين أستاذ خالد السيد وينه مو مبين أستاذ خالد السيد 93.90 93.90 the highest score ever since we started مبروك للأستاذ خالد السيد ومربط السيد And the breeder is Francis Butler and Brandy Carson. 93.90, amazing score. The highest since we started. Can we have the next stallion now? فحلي اللي بعده. فحلي اللي بعده.
نتيجة التالية أعزائي لمسرور البداير، وهو من الأب عين جيم دينار ومن الأم مياسة البداير. المالك أستاذ هادي العبود، مربط الهادي للخيل العربية الأصيلة، والمربي شيخ محمد سعود سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية. مسرور البداير الهوية العربية لمسرور أول درجة 19، 5 مرات 19.5، 18.5 آخر درجة. الرأس والعنق 19 أول درجة، 5 مرات 19.5، والدرجة الأخيرة 18.5. جسم وخط الظهر 17.5 18، 17.5 مرتين 18، مرتين 17.5. قوائم 15، 3 مرات 15.5، 16 مرتين 15.5. حركة لمسرور البداير 6 مرات 19، والحكم السابع 18.5، المجموع 90.90. 90.90 on the screen for stallion number 272. إذا الصدارة لألكساندر حتى الآن، فيورتي في المركز الثاني، مسرور البداير في المركز الثالث، عمار الناصر في المركز الرابع مؤقتا. Next please، الفحل اللي بعده. نتابع من نتيجة الفحل 273 غلا أو شنغهاي، من الأب شنغهاي إي أي ومن الأم غالية، لمربط ياس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمالك سعد بخيت سعيد بخيت نوبي الكتبي. غلا أو شنغهاي الهوية العربية 3 مرات 19، 4 مرات 19.5. رأس والعنق 18.5، 3 مرات 19، مرتين 18.5 و 19.5. جسم وخط الظهر 17.5، مرتين 18، 18.5، 17.5، 18. القوائم 15، 16، 15، 15.5، 16، مرتين 15.5. حركة لغالوف شنغهاي 20 مرتين 19.5 و 4 مرات 20، يعني تقريبا 6 مرات 20 و 19.5، 91.5 لغال أوف شنغهاي لمربط ياس. 91.50 for stallion number 273 owned by Mr. Bkhid Saeed Al-Kitbi UAE Yas Stud. 91.50 which is good for third place so far. يصلح حتى الآن في المركز الثالث. Next please، الفحل اللي بعده. Thank you.
إذن ألكساندر متصدر حتى الآن، فيورتي في المركز الثاني، غلا أو شنغها في المركز الثالث، مسرور البدائل في المركز الرابع، عمار الناصر حتى الآن في المركز الخامس. وننتقل للفحل 274 إي أي أرجن الماروتين من الأب زد تي ماروتين ومن الأم أنشولي علي. مربط الأول للأستاذ عبد الله سعد عبد الله التويجري، مملكة العربية السعودية. هوية العربية لماروتين 19 19 ونص، مرتين 19 19 ونص، مرتين 19 الرأس والعنق، مرتين 19 ونص، 19 مرتين 19 ونص، مرتين 19 الجسم وخط الظهر، 18 ونص 18 18 ونص، 18 18 ونص، 19 18 ونص. قوائم مرتين 15 ونص، 15 و4 مرات 15 ونص. حركة لمارتوين، 18 18 ونص، 18 18 ونص، 19 18 18 ونص، 90.60%. 90.60 on the screen for style number 274, and we're ready for another stallion. Next, please. الفحل اللي بعده. معنا نتيجة الفحل رقم 276 AKS أمير من الأب AKS أليهاندرو من الأم AKS ليدي جيوفيني. مربط شازن للمالك راشد خالد راشد العنزان، مملكة العربية السعودية. هوية العربية لأمير 19 19 ونص، 19 3 مرات 19 ونص، 19 الرأس والعنق 4 مرات 19 19 ونص، مرتين 19 جسم وخط الظهر، 18 من كل الحكام. قوائم 15 15 ونص، مرتين 15 15 ونص، 15 15 ونص. حركة 4 مرات 19 ونص، 19 19 ونص، 19 مجموع 90.90%. 90.90 on the screen for stallion number 276 AKS أمير owned by Mr. Rashid Al Anzan, Shazen Stud, Kingdom of Saudi Arabia, and bred by Brown Willie. 278, thank you. Next, please. الفحل اللي بعده.
الفحل 279 في الميدان. ونذكر العارضين للفئة الأخيرة، الفئة الثانية عشرة، نرجو منكم الاستعداد. Handlers of the last class, class 12, can I ask you please to be ready? We are almost done in this class. النتيجة المقبلة الآن هي للفحل رقم 275 مقبل عذبة من الأب استادل ومن الأم مقبلة عذبة لمربط درة الأمل للأستاذ عبد المجيد بن حمود بن غالي العوفي مملكة العربية السعودية. مقبل عذبة الهوية العربية 18.5 مرتين وخمس مرات 19، الرأس والعنق 18.5 مرتين، 19، 18.5 مرتين، 19 مرتين، جسم وخط الظهر 17.5 ثلاث مرات، 18، 17.5 ثلاث مرات، قوائم 15.5 خمس مرات ثم 16، 15، الحركة 18.5 19، 18.5 مرتين 19، مرتين 18.5، مجموع 89.30%. 89.30. The details is on the screen. That was the result of مقبل عذبة owned by درة الأمل استاد Kingdom of Saudi Arabia. Two, seven, nine. Thank you. Next, please. تابع مع الفحل اللي بعده. في الميدان الفحل رقم 280، وننتقل لنتيجة الفحل رقم 278 Magic of Shuan. Magic of Shuan من الأب F.I. Ashwan ومن الأم W.A. Persila لمربط رواية مالك السيد ظافر عايض محمد آل رشيد اليامي مملكة العربية السعودية. Magic of Shuan هوية العربية 19.5 أربع مرات 19، 19.5 19، الرأس والعنق 19.5 مرتين 19، 19.5 19 مرتين 19.5، الجسم وخط الظهر 17.5 ثلاث مرات 18، مرتين 18.5 18، القوائم 15.5 مرتين 15، 15.5 ثلاث مرات 15، حركة 19 ثلاث مرات 18.5 19 ومرتين 18.5، مجموع Magic of Shuan 90.70. 90.70 on the screen for Magic Shuan owned by Riwaya Stud, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, judges. Thank you, Mr. Waleed and Mr. Sayed, the ringmasters. And of course,
Special thank for the DC. كان نتيجة الفحل رقم 279 عجيب تي اس عجيب من الأب ever after an A ومن الأم ام بي ايس كوين لمربط الهوايل للأستاذ هايل خلف شمس العنزي هوي العربية لعجيب 19.5 مرات 19 مرتين 19.5 19 الرأس والعنق 3 مرات 19.5 19 و3 مرات 19.5 جسم وخط الظهر 2 مرات 17.5 18 17.5 مرتين 18 17.5 القوائم 15.5 16 مرتين 15.5 16 15.5 15 الحركة 19 مرتين 18 18.5 19.5 18.5 19 المجموع 91 درجة 91 points on the screen for stallion number 279 عجيب تي اس for الحويل ستار kingdom of Saudi Arabia آخر نتيجة للفحل رقم 280 آتيوس أو من الأب شهم النقيب ومن الأم عطية أون لمربط الخاطر المملكة العربية السعودية أستاذ علي عبد الكريم عبد المجيد الخاطر هوية العربية 19.5 مرتين 19 مرتين 19.5 و19 مرتين شاشة تعرض التفاصيل رأسه العنق 4 مرات 19 19.5 مرتين 19 جسم وخط الظهر 3 مرات 18 17.5 18.5 مرتين 18 قوائم 16 3 مرات 15.5 16 مرتين 15.5 حركة لي آتيوس أو 20 4 مرات 20 20 20 20 و3 مرات 19.5 المجموع 91.60 9160 is the points for the last stallion on the screen. إذن مبروك لألكساندر ومربط السيد المركز الأول. فيورتي المركز الثاني. آتيوس أو المركز الثالث. غالا أوف شانغهاي المركز الرابع. عجيب تي أس المركز الخامس. Ladies and gentlemen, the winners. Class 11 stallions, 7 to 9 years old. 271 Alexander, first place. 270 Fury, second place. 280 Atius O, third place. 273 Galop Shanghai, in fourth place. 279 Ajib TS, in fifth place. Can we have our winners in the arena? لنستقبل الفائزين.
المركز الأول للفحل 271 ألكساندر 271 in first place 270 فيورتي مركز الثاني 280 آتيوس مركز الثالث 273 غالو شانغهاي fourth place 279 عجيب تي اس in fifth. Can we have the stallions please? الفائزين في هذه الفئة يصطفون الآن في أرض الميدان. دعونا نستقبل مدير مربط سما نجد أستاذ فيصل بن سعد الدغيلبي والذي ينوب عن مالك مربط سما نجد صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، فليتفضل معنا. مبروك المركز الأول للفحل 271 ألكساندر. مبروك لمربط السيد والأستاذ خالد السيد مملكة العربية السعودية. The winner Alexander by Excalibur AI out of AR Armis Airpristol. السيد استاد Kingdom of Saudi Arabia. ما شاء الله 93.90 أعلى المجاميع لمربط السيد وألكساندر. وننتقل للمركز الثاني، التهنئة لفيورتي. مبروك لمربط المخلديات، نبارك للأستاذ غازي بن بشير لذيابي العتيبي. second place فيورتي by Shanghai AI out of Primorska. المخلديات استاد Kingdom of Saudi Arabia. المركز الثالث الفحل 280 وهو آتيوس. مبروك لمربط الخاطر من المملكة العربية السعودية، نبارك للمالك أستاذ علي عبد الكريم عبد المجيد الخاطر. third place 280 آتيوس أو Kingdom of Saudi Arabia. مركز الرابع الفحل 273 غلا أوف شانغهاي، نبارك لمربط ياس المالك أستاذ بخيت سعيد بخيت نوبي الكتبي دولة الإمارات العربية المتحدة. fourth place 273 غلا أوف شانغهاي for United Arab Emirates ياس تد. مركز الخامس نبارك لعجيب تي اس ومربط الهوايل للمالك استاذ هايل خلف شمس العنزي مملكة العربية السعودية. fifth place stallion number 279 عجيب تي اس kingdom of Saudi Arabia. نبارك للجميع، نشكر مربط سما نجد صاحب السمو الامير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، وقد ناب عنا في التتويج مدير المربط أستاذ فيصل بن سعد الدغيلبي. شكرا للتتويج. Handlers very well done. Congratulations to you all and especially Alexander, Fiorti and Atius as they are all now qualified for the championship. يتبقى معنا الفئة الأخيرة من الفحول قبل ختام هذا اليوم.
نبارك للجميع ونطلب إخلاء الميدان لو تكرمتوا لنتابع مع الفئة الأخيرة. Well done. Congratulations to you all. Can I ask you please to clear the arena as we have one more class to go.